بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. عن الصادق هذا حديث واضح ما يقبل إشكال. أم الما ولت علمها لا زالت تهوى بسفر حتى ترجع لعلم مرجع. تبقى أبدا في سفر تبقى أبدا في سفر حتى ترجع لعلم مرجع. تبقى أبدا في ما نتبعث المرجع صامت لاعد الحوت الأراي. قاموا بطهن دخل فحص يلا نحلقوا منتو يا هاي. عندي أعلم بالأصول وبالفقه أعلم مولاي. هذا أستاذي ربعة راس الهوى تجري بالأنفاس. هذا أستاذي ربعة راس علوم ما تجري بالأنفاس. ها ها هذا أستاذي ربعة راس علوم ما تجري بالأنفاس. وضح ما يقبل إشكال. أمل ما ولت أعلمها لزالت تهوى بسفال حتى ترجع لعلم مرجع. تبقى أبدا في سفال حتى ترجع لعلم مرجع. تبقى أبدا في سفال. أعدل 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 جاهل فعلا جاهل عايش دوما في سبات. الاصول هو الارجح تعدل جميع الحوزات. بس حوزة استاذي الاعلم توضح كل الحالات. بس حوزة استاذي الاعلم توضح كل الحالات. يلي تجحدون الاصول لا ما عندكم والله عقول. يلي تجحدون الاصول لا ما عندكم والله عقول. تجحدون الاصول ما عندكم الله. يلي تجحدون الاصول ما عندكم لا لا ما لا ما والله عندكم عقول. عن الصادق هذا حديث واضح ما يقبل اشكال. ام الما ولت اعلمها لا زالت تهوى بسفال حتى ترجع لعلم مرجع. تبقى ابدا في سفر او تبقى ابدا في سفر. انت تتبع مرجع اخر اعدم اعدم. انت تتبع مرجع اخر عادي وماكو اي اشكال. بما نعلم هو استاذك شو ما عنده اي افعال. من محمد صادق راجع واسمع شنو اللي قال. قايل اعلم من طلابي اعلم وعلمه زدان. واضح وصول فخور جاء. عن الصادق هذا حديث وضح ما يقبل إشكال. أمل ما ولت أعلمها لا زالت تهوى بسفر حتى ترجع لعلم مرجع. وتبقى أبدا في سفر واضح تسمع زين وزين تفهمه. هي افضل من 70 عابد عالم ينتفع من علمه. قال الباقر من زمان الاعلم لازم يظهر علمه. ايوه عنا كلها فكره ويحفظ كل ابناء الامه. ماكو مرجع عنده علوم بس
الناس استاذي تقوى وهمه خلت تسمع كل هذه الناس استاذي امتاز بعلمه وحلمه استاذي امتاز بعلمه وحلمه كتبوا استاذي ارفعوها لاخر نقطة وصلوها كتبوا استاذي ارفعوها لاخر نقطة رفعوها لاخر نقطة وصلوها كتب استاذي رفعوها لاخر نقطة وصلوها ان الصادق هذا حديث اي واضح ما يقبل اشكال ام الما ولت علمها لازالت تهوى بسفال حتى تلجال علم مرجع تبقى ابدا في سفال وتبقى ابدا في ما نتبع كل مرجع صامت داعي وعود ودراي قوم تقضي دفوت ما حس ها قوم تقضي دفوت ما حس يلا نقوم انت وياي عندي اعلى بالاصول وبالفقه اعلى مولاي عندي اعلى بالاصول وبالفقه اعلى مولاي هذا استاذي رفعت راس علومة تجري ان الصادق هذا حديث وضح ما يقبل اشكال امال ما ولت اعلمها لازالت تهوى بسفال حتى ترجع تعلم مرجع تبقى ابدا في سفال تبقى ابدا في سفال اللي تنكر الاصول وتضيع تقول الاوقات انت جاهل فعلا جاهل عايش دوما في سباق الوصول هو الور راح تجد جميع الحوزات بس حوزة استاذي الاعلى متوضح كل الحالات بس حوزة استاذي الاعلى متوضح كل الحالات يلي تجحدون الاصول لا ما عدكم والله عقول يلي تجحدون الاصول لا ما عدكم والله اللي تجحدون الاصول لا ما عندكم ولا عقول الصادق هذا حديث واضح ما يقبل اشكال ام الما ولت اعلمها لا زالت تغوى بسفال حتى ترجع تعلم مرجع تبقى ابدا في سفال سالك شو ما عنده اي افعال من محمد هو من محمد صدق رجع واسمع شنو اللي قال قال الاعلم من طلابي قال الاعلم من طلابي اعلم وعلم زلزال قال الاعلم من طلابي اعلم وعلم زلزال واضح علمه وكل زلزال بالاصل فهم هذا حديث واضح ما يقبل اشكال امال ما ولت علمها لازالت تهوى بسفال حتى ترجع لعلم مرجع تبقى ابدا في سفال تبقى ابدا في سفال قول الباقر كلش واضح تسمع قوله وزين تفهمه قول الباقر كلش واضح تسمع زين وزين تفهمه أفضل من 70 عابد عالم ينتفع من علمه قال الباقر من زمان الأعلم لازم يظهر علمه يوعي كل الناس الفكرة ويحفظ كل أبناء الأمة ماكو مرجع عنده ماكو مرجع أعلم عندي بس استاذي تقوى وهمة خل تسمع كل الناس خل تسمع كل الناس استاذي امتاز بعلمه وحلمه استاذي امتاز بعلمه وحلمه
كذب استاذي رفعوها لاخر نقطة وصلوها كذب استاذي رفعوها لاخر نقطة وصلوها